عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن شبكات المحمول الموبايل نتورك. الموبايل نتورك احنا عندنا بس ايه، يعني احنا هناخد بس مقدمة بسيطة كده عشان نوصل يعني ايه سايت داخل الشبكة. بمعنى احنا عندنا في موبايل باكج او في شبكة الجي اس ام البي تي اس، كذا بي تي اس بيربطوا على ايه، على البي اس سي، وكذا بي اس سي بيربطوا على ايه، على الام اس سي. ده في شبكة الجي اس ام. تمام. اللي احنا هنتكلم عليه او اللي احنا او الايتم اللي احنا هنشتغل عليه او الاليمنت اللي احنا هنشتغل عليه اللي هي الايه، البي تي اس. البي تي اس او البيز ستيشن ديت اللي هي السايت. فاحنا من الاليمنت ده هنعرف يعني ايه سايت او مكونات السايت. السايت ده بيتكون من ايه، من البي تي اس. يعني البي تي اس ده اصلا يعني عنصر من عناصر من مكونات السايت. تمام. بي تي اس، وعشان خاطر ان البي تي اس ده اهم عنصر داخل السايت فسموا السايت كله اللي هو بي تي اس. ولكن السايت بيتكون ايه، من بي تي اس وترانسميشن وباور سورس وانفايرو. طيب البي تي اس ده عباره عن ايه؟ البي تي اس ده هي ديت السيرفيس، هي دي اللي بتشيل السيرفيس، هي ديت اللي بتقوم بالكونتاكت مع الام اس الموبايل، مع الموبايل اللي فيت حضرتك ده بيربط مع البي تي اس. ده هي ال 2G وال 3G وال 4G، هي السيرفيس هنا. تمام. طب الترانسميشن ده اللي بياخد السيرفيس يوصلها للبي اس سي، يعني بياخد السيرفيس او ياخد الداتا او ياخد الخدمه اللي موجوده في البي تي اس ده او الداتا اللي جايه من البي تي اس ده يوصلها للبي اس سي. تمام. طيب الاجهزه ديت محتاجه ايه عشان تشتغل؟ محتاجه باور سورس. فاحنا لازم يكون عندنا باور سورس، سواء كان جنريتور او كوميرشال، كهرباء تجاريه، عشان خاطر تشغل ايه، البي تي اس والترانسميشن. وفي جزء انفايرو. الجزء الانفايرو ده اللي هو ايه، اللي هو مثلا الشلتر ده اللي هو الاوضه او الغرفه اللي هو محطوط فيها الاجهزه. ده انفايرو، حاجه بتحافظ. الانفايرو دي الجزء اللي بيحافظ على الايكويبمنت. طيب عندنا مثلا الكولينج سيستم اللي هو الاير كونديشن او الفنات، نظام التبريد في الموقع. الاجهزه دي كلها أجهزة إلكترونية بتولد حرارة، ممكن مع الوقت تتحرق، فلازم يكون لها في كولينج سيستم. ففي كولينج سيستم التكييفات أو الفانات أو الكلام من ده كل ده تبع الانفايرو. طيب نظام السنسورز، الحساسات، سنسور الدور والووتر، الدور والووتر والموشن والهيوميديتي والفاير والسموك، كل ده ايه، كل ده سنسور. السنسورز ديت بتدي انديكيشن ان في مشكله في الموقع. المشكله دي ما بتاثرش على السيرفيس، ولكن في المستقبل هتاثر على السيرفيس. يعني الدور ما بيأثرش على السيرفيس، ولكن في المستقبل ممكن فتح الباب الليجل يؤدي الى السرقه، فالسرقه ديت ممكن توقع، تسرق بطاريات، تسرق اكويبمنت. تمام. يوقع سيرفيس. الووتر ما بتاثرش تاثير مباشر، بس ممكن يحصل شورتج نتيجه الووتر اللي دخل الشلتر، فبالتالي يوقع سيرفيس. وكذلك الموشن والفاير، لو في فاير، في حريق ولا حاجه، سموك، في دخان ممكن يؤدي الى حريق، كل ده بيأثر على ايه، على السيرفيس. بيأثر، مش هيأثرش على السيرفيس، ولكن في المستقبل هيأثر على السيرفيس. كل ده تبع ايه؟ انفايرو. يبقى الشلتر او الكابينه، كولينج سيستم، السنسور،
الكهرباء لو فصلت فالمفروض يكون في بطاريات، دي تبع برضو ايه الانفايرو. تمام، هنعرف الانفايرو ده بالتفصيل، بس هنخش بعد كده على نتكلم بس يعني بالتفصيل شوية عن البي تي اس. البي تي اس دي عبارة عن ايه؟ هي التو جي والثري جي والفور جي والفايف جي، ولكن التو جي في البي تي اس عندنا البند بتاعها ايه؟ يعني في مصر 900 1800، بيسمى ال 900 ديت جي اس ام، 1800 دي سي اس، 3 جي 2100، وديت الكابينه بتاعتها اسمها ايه؟ او البي تي اس بيسموها ايه؟ بيسموها النود بي. خلاص؟ طيب ال 4 جي 1800 بيسموها ال تي اي، ال 5 جي تبقى 2600 في مصر وبيسموها اي نود بي. ولكن عندنا مثلا ال 3 جي ده شغال ال 3 جي على بند 900 وسموها فيه التكنولوجيا دي بيسموها يو 900. تمام، شغلوا ال 4 جي على ال 900 وسموه ال 900، ده تكنولوجي. تمام، شغل ال 4 جي على ال 3 جي وسموه ال 2100 وهكذا. ده بعض التكنولوجي وهناخدها بالتفصيل، بس احنا ايه حبيت ان احنا نعرفه البي تي اس ديت او المسميات اللي احنا بنعرفها في المجال 2 جي 3 جي 4 جي بتبقى فين في البي تي اس. طيب البي تي اس دي بتتكون من ايه؟ بتتكون من، احنا اتكلمنا عليها قبل كده في الفيديوهات السابقة يعني في القناة، بتتكون من الانتن، وديت الجهاز اللي موجود على البرج اللي بيكونتاكت مباشر مع الام اس مع الموبايل. راديو يونت، بتتكون من راديو يونت. الراديو يونت ده اللي هو بيعمل ايه؟ ديجيتال سيجنال بروسينج، سيجنال امبليفيكيشن، اللي بيعمل موديوليشن، كل ده بيعملوا ايه؟ الراديو يونت. تمام، في جزء كنترول، الكنترول ده اللي بتعمل ايه؟ بتنزل عليه كونفيجريشن الموقع، يعني سيكتور واحد اتنين تلاتة، كل ده عنده، كل سيكتور واحد شايل كام كارير، سيكتور اتنين كام كارير، كل ده في الايه؟ كنترول يونت. الكونكشن الجزء الاخير، الكونكشن، توصيل ما بين الانتن والراديو، ده ليه طريقة، في كذا طريقة للكونكشن ما بين الراديو والكنترول، ليه كذا طريقة للكونكشن ما بين الكنترول والترانسميشن، ليه كذا طريقة للكونكشن. خلاص هنعرفها بالتفصيل. طيب هنتكلم على الترانسميشن بيتكون من ايه؟ من مجازين. المجازين ديت اللي هي الايه؟ البوكس اللي بيشيل الكروت، كابينة بتاعت فيه كنترول يونت. الكنترول يونت دي بحط عليها كونفجريشن نفس اللي موجود في البي تي اس. طيب و مجازين كنترول يونت و الكاردز الكروت او بلاج يونت، كل ده طبعا كنترول تبع البلاج يونت، بس الكنترول حطيتها لوحدها عشان خاطر هي اللي بتتحكم في المجازين. طيب عايزين بس نعمل حاجه، نعرف ما بين البي تي اس
والترانسميشن. هل الأجهزة اللي موجودة دي موحدة في العالم؟ لا، ده بتتقسم لإيه؟ لفيندور. بتتقسم لإيه؟ لفيندور. فيندور ده الشركات اللي بتصنع الأجهزة دي. ممكن تكون هواوي، ممكن تكون إريكسون، ممكن نوكيا، الكاتيل. هواوي، نوكيا، الكاتيل، زد تي اي، وكذلك ترانسميشن. هواوي، إريكسون، نوكيا، الكاتيل، زد تي اي، ان اي سي، كل ديت شركات بتقدم ترانسميشن، ودي بتقدم بي تي اس. طيب هل في الموقع الواحد ممكن استخدم كمان نوكيا مع اي نوع من الترانسميشن؟ يعني نعمل ميكس ما بين البي تي اس ما بين الفيندورز. ممكن يكون الكابينه هواوي، ترانسميشن هواوي او اريكسون او نوك او الكاتيل او زد تي اي او ان سي، على حسب. لان الترانسميشن ده فايدته ايه؟ سيرفيس ديليفري، يعني بياخد السيرفيس من هنا ينقلها لفين؟ للبي سي سي بس. يعني لو عندي كابل واصل، سواء كان الكابل ده كابل ايثر، كابل اي 1، كابل فايبر، واصل ما بين البي تي اس والبي سي، مش محتاج ترانسميشن. خلاص، فيبقى فايدة الترانسميشن سيرفيس ديليفري، او سيرفيس ديليفري، او بيسموه سايت تو سايت كوميونيكيشن. فاحنا ممكن نعمل ميكس ما بين البي تي اس والترانسميشن. الجزء الثاني اللي هو جزء الباور. الاجهزه اللي هي البي تي اس والترانسميشن دي بتشتغل ايه؟ بتشتغل دي سي، بتشتغل دي سي. فاحنا عندنا الباور سورس جينريتور او كوميرشال، دولت اي سي. فاحنا محتاجين دول هنحولهم بحاجه اسمها ريكتفاير. الريكتفاير ده بيحول الاي سي للدي سي 8 سالب 48 فولت، اللي هي بيشتغل عليها الاجهزه دي. خلاص، ففي جهاز اسمه الريكتفاير عشان يشغل الاجهزه دي. طيب الفيديو ده فيديو بسيط كده بخط الايد، خاطر نشوف هل في او الطريقه ديت كويسه في الشرح، طريقه خط الايد ديت. تمام، لو كويسه وفيها تفاعل ان شاء الله هنبدا نشتغل بيها على طول. والسلام عليكم ورحمه الله.